الله حلم وحلم وعمر ما هي عم نكبر عمر. مع الحلم شو بن هلا عم بتذكر عم شوف يعني رابحين بلشنا بثلاثة صح؟ بلشنا بثلاث رابحين 270 ألف دولار يمكن كانت الحلم إذا ماني غلطانة كانت تلعب شهر بالسنة صحيح اليوم الحلم أكثر من 3.5 مليون دولار وصرنا سنة كاملة وكله هيدا يعني تطورت الحلم وجوايزها كيف حافظتوا عليها؟ أبو كرم العالم والعالم ومشاركتها بأحلامهم هن اللي حافظوا عليها لو ما في صدقية وما في متجاوب ما كملنا صح؟ طبعاً أكيد يعني أنت اليوم العالم هي اللي خلتنا هي الحافز كانت تبعنا حافظنا أنه نحن نكمل ونكبر أحياناً تتكارموا زيادة يعني عيد مرة فلوس وكيلو ذهب وعيد هدول الأم وعيد الأب كيف تجيكم هالأفكار هاي؟ بحق لك نحن العالم بتحط مسؤولية معك فنحن قد ما فينا عم نجرب نكبر فرص العالم بتربح وعم نجرب نكبر الجوائز ونخلي أكتر عدد عالم أنها تربح خلال السنة فاليوم أي مناسبة منلاقيها يعني عيد الأم ولا عيد الأب ولا العيد عيد المذيع طيب عيد ما بنوفر فرصة إنه يعني هدول بنعطيهم مثل هدايا أكتر ما إنه للمشاركين كل اللي مشارك بفوت فيه للسحب صحيح أنت مثلا الاختيار عشوائي صح؟ طبعا كيف عشوائي؟ إحنا الكمبيوتر بيشتغلوا في سيستم كمبيوتر بياخد كل المشاركات وبينحطوا وبيضلوا يبرموا عشوائيا لحد ما يوقف واحد احيانا يلف ويقول ستوب وانت وحظك صح ما هيك امتى مره ستوب قلبك وقف حسيتي انه زعل او انبسطتي لحدا فاز شوف كل رابح بيطلع بحس عنده قصه وصدقني اوقات انت بتقول لي عم ادق قلبك على الهواء بس نحن ورا الكواليس عم ادق قلبنا كمان صحيح وأوقات ببكون العالم اللي بتطلع قد ما بتكون دموع فرح طبعاً لأنه بتحس أنه عن جد في حدا تغيرت حياته وعنده كل رابح اليوم بيطلع معنا عنده قصة في حدا بكاكي؟ نوال بكتني لوباني بكاني آخر واحد ليه بكاكي؟ بتعرف لما لأنه فترة الكورونا اللي صارت وقعدت العالم ببيوتها كانت صعبة فلما ومرته كانت كمان شوي معارضة الموضوع فهو إصراره شفت إصرار اللوباني وإصرار الرابحين اللي بيطلعوا معنا هو اللي بخلينا نكمل صح. ونكبر ونطور